مش قادر اصدق ان عمي فتحي مات من غير ما ارد الجميل اللي عليا. مش قادر اصدق ان انا اتهمته انه سرقني وخد فلوسي. هو حرام عشان ما اتهموش راح استلف الفلوس. استلف من مين؟ استلف من اديب اللي بيعتبره عدو اللدود. ازاي قدرت اعمل كده في الراجل لما ادلي ايده ورباني وكبرني لحد دلوقتي؟ ازاي قدرت اطرده من بيتي في مصر؟ طردته من بيتي وقلبه كان هيقف وراح المستشفى. انت ليه بتعذب روحك دلوقتي؟ انا سبته وتصرفت معاه بقلة اخلاق، كل ده عشان روبي. وروبي فين دلوقتي؟ ده لما عيت ما وقفتش جنبي، لما ابويا مات برضو ما وقفتش جنبي. وحجتها ايه؟ تقولي اصل ماما ما بتحبنيش. ايه اللي خلاه يموت دلوقتي؟ كنت عايز يشوفني وانا بنتقم منها، بنتقم منها عشان خاطره وعشان خاطر كل الناس اللي زعلت مني، بس ملحقتش. ملحقتش. فتحي جلبني، مات عشان يغلبني. ما كان عايش، كان بالنسبة لي خاين كذاب، بس مات. ولما مات غلب، غلبني تاني. بعدك سهرانة؟ وانت كمان بعدك سهران. ابني بالطيارة ما بقدر نام الا ما يتصل فيي ويطمني تقدر نام. خبرته اني عارفة انه هو عايش هونيك مع مرة تانية، ما نكر. سألته اذا بطل يحبني، قال لي انه بيحبني بس مش أكتر من أحلامه وطموحاته ومصلحته. قلت له طيب ما زالك ما بتحبني، ليش ما بتطلقني؟ قال لي لأنه بخاف عليك لأنك عم تتعلق بالبنت. قلت له أنا ما بدي طلق لحتى أتزوج حدا تاني أو حب حدا غير، أنا بدي طلق لحتى أكون عايشة بكرامتي. ما بدي احس حالي هون مسدودة بهالبيت الكبير وبتخت كبير وهو هونيك مبسوط مع مرة غيري. أنا مش رح أترككن عم ورشتي ومش رح كون عاطلة معكن. بالنهاية أنا وبنتي ما بقينا غيركن بهالحياة. قال لي تعطيه شهرين هو رح يرجع لهون وبنحكي أكتر بهيدا الموضوع. حقك يا بنتي، حقك تطلبي هالشي، حقك. بس ليش تعطلينا ما بتحبني مع انه انا مش عملت لها شي؟ تعرف شو حلمي اليوم بالحياة؟ حلمي انه انت بتعطلينا تكونوا امي وبيي لحتى تحبوني وتحموني. انا كتير لحالي، مشان هيك انا معلقة بالبيت هونيك وبقم عبده بذكريات أمي يلي راحت وتركتني لحالي. أنت راح تكوني بنتي يا رشا، من اليوم ورايح أنت بنتي يا رشا، حتى لو طلقك مازن أنت بنتي.
بقية بحياتك. بعتك الباقي يا صاحبي. عمو فتحي حدا ما بيتكرر. بكفي انه كان مربي ولدين مش ولاده. وكل ولد من حدا. يعني هيدي القصة مش كل يوم بتتكرر اكيد. انت كمان كان بيحبك اوي. وانا كمان اكيد كنت حب. لو مهما اعتذرت او ندمت على اللي عملته فيك، عمري ما هقدر اداوي الجرح اللي جواك اللي انا سببته لك. انا بقول لك الكلام ده عشان لما عرفت ان عمي فتحي مات، عرفت انه مش لازم اخبي حاجه جوايا ابدا. لازم اقول على طول كل حاجه. العمر بيجري بينا يا صاحبي واحنا مش دريانين. خلاص الحب الفاشل اللي بيجمعنا وروبي خلاص بينتهي. انا عارف ان انا غلطت في حقك كتير، وغلطت في حق شيرين وعم فتحي وماما وكل الناس، بس خلاص بقى عايز اطلع من الكابوس اللي انا فيه ده وارجع زي زمان، ارجع تامر بتاع زمان. انا وروبي خلاص بنطلق. أنا عيان محتاج واحدة تحبني، واحدة تقف جنبي وتخلي بالها مني. متقليش إن روبي الزوجة اللي ممكن تعمل كده أبدا. عشان كده أنا قررت أطلقها. وأنت ليش عم تخبرني لإلي هيدا الحكي وهلأ؟ عشان أرتاح يا عمر. بحكي لك عشان أرتاح. عايز اقولك ان ندمان عشان ارتاح. عايز اقولك ان غلطت في حقك وفي حق كل الناس عشان ارتاح. بس المشكلة ان انا اضطر روبي تفضل عزمتي شوية عشان لازم اديها فلوسها، اديها حقها. حبيبي. حبيبي انتي وين؟ ناطرة تليفونك، عارفة انه رح نصها سوا الليلة. انا ما معي سيارة، كنت عم فكر انه اتمشى شوي. وينك انت على المزبوط؟ شو بك حبيبي؟ ما بعرف، خديني من هون. لوين يا قلبي؟ لوين ما بدك، بس خديني من هون. اوكي.
حبيبي اقعد شوي، مبين انك تعبان. انا تعبان ايه، بس ما بدي اقعد. اقعد شوي بترتاح. فهميني روبي، مش جسمي التعبان، انا تعبان من هون من جوا. حبيبي قل لي شو في، خبرني. تامر قال لي انه بده يطلقك، وقال لي انه في ارجع لك بكل صراحه. بعرف، ما انا خبرتك نفس الشيء، عشان هيك فتحت لك موضوع شيرين. طيب يلا. يلا شو؟ طلقيه تنتجوز. انا تعبت انا وبعيد عنك. حبيبي انت، هيدي فترة قصيرة، بطلق متجوز انا وياك. لشو هالفترة القصيرة؟ مش عم بفهم. انا بحاجة لهالفترة كمان، معاملات الطلاق والوراق والمعاملات وكل هالاشياء. ما بدنا شي، طلقي اليوم قبل بكرة. بوعدك انه الفترة ما حتكون طويلة، ما تخاف. تامر قال لي انه بده وقت مشان المعاملات والمؤخر، ونحن ما بدنا المؤخر. عمر بليز حبيبي، حبيبي طلقي بكرة، نحن منتجوز بعد بكرة. تعفوت. خلص، مش مسموح بقى نتعذب أكتر من هيك. تعبنا وضعفنا وانقهرنا، ما بقى في داعي للعذاب كله، ما هيك؟ مظبوط، تعبنا كتير وصار لازم نرتاح. خسرنا كتير وبعدنا لهلا عم نخسر، مشان شو؟ خلص خلينا نعتبر انه، خلينا نعتبر انه من هداك النهار المشؤوم اللي هربتي فيه مع تامر لحد اللحظة هي كان كابوس. ايه كابوس، وهلأ وعينا منه. خلينا نرجع بالزمن لورا، نرجع نكفي مثل ما كنا مبلشين، علاقة حب حلوة ورايحة لمطارح أحلى. خلينا ننسى، أنا بدي إنه ننسى روبي. أنا تعبت، تعبت كتير. خبرني أشرف عن كل شيء قررته أنت وياه اليوم بالشركة. انبسطت كثير، عن جد انبسطت. مش عم صدق إنه ولادي رح يشتغلوا معي، رح يمسكوا الشركة وكل شيء من بعد ما أنا أروح. خيرك بابا، بلا هالحكي هلا، بكفينا موت اليوم. حرام فتحي، الله يرحمه، كان عم بيظبط كل شيء هو تامر. تامر دفع كل الدينات. غريب أمر الإنسان، بيتعب كل حياته وبس يجي الوقت ليرتاح بيروح.
بابا عمول معروف خلاص. معك حق. أنا بعتذر حبيبتي. جو الموت أثر علينا. ما فيك تكون هيك أستاذ أديب. لازم ترجع شاب صغير وتنتبه على صحتك. أنت هلأ عريس جديد وبكره نغم بدها تجيب لك ولاد. عم فكر بالموضوع قلبي مرعوب. ما انه انا خلص يعني. بس هي مش خلص بابا. نخم بحق لها تجيب ولاد وتعمل عائلة ما هيك؟ اكيد. بابا بدي اعمل شغلة بتريحني كتير. بتكون اخر فرصة باخدها قبل ما ارجع على الشغل المزبوط معك ومع اشرف. ما تقولي لي بدك تسافري. لا. بدي ابعد شوي. بتحكي جد؟ ايه عم بحكي جد. بدي ابعد برتاح. طيب حبيبتي مثل ما بدك اعملي. ما تقول لحدا بابا، بس انت ونغم لازم تعرفوا انا وين. عم تهربي من عمر، ما هيك؟ خلص بابا. ما بقى عندي شي اقوله لعمر. الحكي خلص. لازم نجرب الفعل. هو هلا عم يرجع يتقرب من روبي. انا رح اختفي. اذا ما لاحظ غيابي بكون انا موجوده بس لعبي فراغ روبي. بس اذا حس انه اشتاق لي وبده ياني بكون بحبنا عن جد. انا عندي ثقه فيكي وبتفكيرك. اعملي اللي بدك اياه. المهم تكوني مرتاحة وما تخلي حدا يأذيك. اليوم لما شفت عمو فتحي ميت ما بعرف شو صار لي. كيف ميت ووجهه أصفر مش عم يتحرك. تذكرت أول ما تعرفت على تامر وبعدين تعرفت على عمو فتحي. انعجبت فيه. كان رجال قبضاي حساس وقلبه كبير. بتذكر مرة كان تامر نايم عنا بالجبل. اجا عمو فتحي وطنط نبيلة ليشقوا عليه. عملنا زيارة وما بين عليه شي. ما حسسنا انه اكتشف فقر عيلتنا او هيك شي. بس من وقتها صار يتعامل معي بطريقة غير. صار مثلا اذا بيجيب شي لتامر يجيب لي لالي كمان. وصار يقول لي انت مثل ابني وهو تامر مش ابنه. وبعدين اكتشفنا انه حتى اشرف مش ابنه. فظيع هالرجال شو كان عنده قدرة انه يعطي. لما شفته اليوم ميت. ميت ومكسور الخاطر. ومشحوط من البيتين اللي اعطاهم كل عمره. عزتني الدنيا. قلت الحياة ما بتحرز. ما بتحرز يعيشها إلا مثل ما إنه حابب يعيشها. الحياة بتحرز كتير عمر. الحياة حلوة لدرجة إنها بتستاهل ونعيشها نحن مرتاحين ومبسوطين. مشان هيك أنا مني مستعدة إنه أعيش حياتي إذا ما كنت معك. ومني مستعدة أجيب ولد من حدا تاني غيرك. بدي ولد يشبهك. ويشبهني. يشبه حبنا الحقيقي. لازم نتجوز روبي. وبسرعة. من دون أسئلة ولا أجوبة. هلأ إذا بدك. هلأ؟ إيه هلأ بهالتك. حبيبي أنا مجوزة ولازم طلق قبل. وتامر مستعد للطلاق بسرعة. أكيد بده يطلق. صار مقتنع بالفكرة. بس في كم شغله لازم نخلصها قبل. لا
ما في كم شغله لازم اخلصها قبل. عن شو عم تحكي انت؟ علم اخر؟ حبيبي انا لما تجوزت انا وتامر ما اخذت منه شيء، وهلا ما بدنا منه شيء، بدنا يحل عنا وبس. شو عم تحكي انت؟ هيدا حقي عمر. حقك بده يكلفنا وقت زياده، ما في داعي، المصاري موجوده. بس بمصريات المؤخر بدي اعمل مشروع لمستقبلي. مستقبلك معي حبيبي، ما تعتلي هم، في شغل، المركز بده مين يستلمه. يعني مطرح سارة، أنا بدي أعمل مشروع كبير، كتير كبير، بدي اسمي يكون كبير، بصير إنسانة عندها شغلة ومكانتها بالمجتمع. هيدا حقك، بس المهم ما تكون القصة عويصة وتامر ياخد وقت كتير لينهيها. لا حبيبي، تامر قال لي رح تخلص بسرعة، لأنه من هلأ لوقتها رح اشتقلك كتير، انت رح تكوني بعدك على اسمه، يعني مش رح فيي اتقرب منك، وانا رح موت لحتى نصير قراب من بعضنا. حبيبي راح لي كتير وبقي القليل، بتوعديني من هاللحظة انك انت الي وبس، الي وبس روبي، كل اللي كانوا قبل بدنا ننساهم. وانت كمان بدك توعدني انك الي وبس. بوعدك، ولازم تعرفي كمان انه اذا انا رح اتخلى عن كل شيء هلا كرمالك، يعني ما بقى رح اقبل اللعب ابدا، يعني ما حدا من اللي اذوني او ضايقوني او حسسوني بالغيره عليكي، لا تامر لفاروق ولا حدا، لازم ينذكر اسمه بحياتنا. بوعدك حبيبي رح كون إلك انت وبس. قلت لك اني تعبت وما بقى عندي قدره انه اتحمل. منك مضطر تتحمل شيء ابدا. بخلص معاملاتي انا وتامر ومنطلق وبنسى الماضي كله. بتمنى يكون اللي عم بتقوليه صادق. صادق، وحياتك انت صادق. شي يا حبيبتي؟ بني، بني أنا بحبك. تيتا قالت لي إنه أنت ظهرت بحياتي استجابة لدعواتها وصلواتها. شو حلو. أنت اللي حلو. أنت أول إنسان ظهرت بحياتي من أول ما خلقت لهلا. واللي طلع بعيوني وشاف شو مخبى فيهم. بحبك بحبك. الو. ايوه استاذ فاروق. ايوه تامر، عايزك تجيلي بكره الصبح بدري. احنا بكره قاعدين في العزا. معلش تعال قبل العزا، عايز اشوفك ضروري. في حاجه ولا ايه؟ طبعا في حاجه، وحاجه مهمه كمان. ماشي، بكره اكون عندك 9 في الاوتيل. ما تتاخرش، هكون مستنيك. حاضر، سلام.
انزلي نامي عنا. يا ريت. وعديني انه قريبا هون رح يصير بيتك. ان شاء الله قريبا كتير. يلا باي. دخلك ما نسيت شيء؟ ابدا ولا يمكن انسى شيء. يلا بوني. بوني. ها؟ انتي هون؟ بونسوار. بونسوار. ليش مش عم تردي؟ لأنه ما إلي نفس رد. لعيني نفسك يعني؟ هيك شيء. تصبح على خير. غادة. روبي عم تطلق تامر. وتامر ما بقى يحبها هو إلي. بس تطلق رح نتجوز أنا وياها. طبعاً. ما أنت وياها طول عمركم ما بتفكروا إلا بأنت وياها. هيدا اللي كان لازم يصير من قبل. وإذا بنقول غير هيك بنكون عم نكذب على بعض. مش المهم إذا بتكونوا عم بتكذبوا على بعض. المهم ما تكذبوا على حواليكم. تصبحوا على خير. رشا، انت بتعرفي تسوقي السيارة؟ انه بسوق من وقت للتاني، بس انا ما عندي سيارة. رشدي، شو عندك هلا؟ ماشي. ومتى نروح نشتري سيارة حلوة لرشا؟ بدك تشتري سيارة لرشا؟ وسيارة كبيرة وحلوة كمان مثل سيارتي، أأمن من شان البنت. ما في ضرورة، أنا معودة على السيرفيسات أصلاً. ابطليها هالعادة بقى. يلا رشدي، تقوم تاخدنا لعند أم عبده، منحط البنت هونيك ومنروح كلنا سوا منجيب سيارة لرشا. أنا رح ألبس ثيابي بسرعة. مش حاسة انه في شي غلط؟ أكيد. خلص حبيبتي، قررتي تروحي؟ حابة أقعد على شط بحر لحالي. أنا بوافقك الرأي، بس مش لتتأكدي قبل إنه عمر رح يرجع لروبي؟ نعم، عمر وروبي كانوا كل الليل عم بيرقصوا بالباب. مين قالك أنت؟ هي تلفنت خبرت كريم. كريم قبل الضو تلفن خبرني ليقول لي طلعي من هالقصة، مش ناقصك صدمات. بركي عم بتكذب؟ لا مش عم تكذب. لما حكيته عمر كان معه وسمع صوته. على كل حال، روحة مثل هيدا لو شو ما كانت أسبابها بتروي الأعصاب. ترجيك نغم، ما تقولي لعمر أنا وين. ترجيك إذا سألك ما تقولي له. أوكي حبيبتي، أوكي. أنا رح سكر خطي، بس بفتح بحكيكن وبرجع بسكر. أوكي. زيك سوس فاروق. البقالة بلا قدامة. ونعم بالله. يا مالك متوتر كده ليه؟ تفضل اقعد. إيه اللي خلاك تستعجبني أنا في العزة كده؟ شوف يا تامر، أنا ما نمتش طول الليل امبارح. قعدت أفكر في كل كلمة قلتها لي، قعدت أفكر في الظروف القاسية اللي أنا مريت بيها في الفترة اللي فاتت. وصلت لقرار واحد، أنا موافق على كل حاجة أنت قلتها لي إلا حاجة واحدة مش ممكن أوافق عليها، الانتقام من روبي. ليه؟ أنا لما أفكر فيها روبي ما غلطتش فيا، ما أذتنيش في أي حاجة. أنا مش قادر أفهم أمتين منها ليه؟ ليه أحمل ضميري؟ ضميرك يا أستاذ فاروق؟ وأنا بقول لك اقتلها. أنا مش عايز أنتقم من حد يا أخي. مش كفاية اللي حصل؟ ضميري مقطعني. أنا قسيت على سارة عشان خانتني مع عمر. قسيت عليها وضربتها وحبستها. كل ده عشان تنسى عمر وترجع لي.
ما حصلش انها رجعت ولا نسيت عمر. ولما ماتت ضميري أنتني قوي، مش قادر انساها، مش قادر انسى سهره. انا كمان عملت زيك، ضربتها وحبستها، بس برضه معرفتش اغير اللي في دماغها. انا خلاص هسيبها ومش هاذيها تاني، بس مستحيل اخليها تتجوز عمر. يا استاذ فاروق، هنسيب الراجل يدمر حياتنا يتبسط ونقعد نتفرج عليه؟ انا كمان حاولت انتقم منه، ربنا ستر انه ما عادش فيها. الغيرة عمتني، الغيرة عمتني يا تامر. تفكيري كله غلط متهور، وقراراتي كلها غلط. مش عايز أعيد التجربة دي تاني أبدا. يعني أنت هتسكت؟ هتسيب حقك؟ هتسيب الراجل اللي سرق منك حبيبتك وتسبب في موتها؟ تمام، بس أنا بقى مش هسكت. أنا هدمر له حياته مع روبي زي ما دمر حياتي مع مراتي ودمر حياتك مع سارة. يا تامر، انت مش هتقدر تبعد روبي عن عمر. ما شفتهاش كانت بتدافع عنه وتحميه ازاي لما جه هنا وتهجم عليا؟ انا مش هخليها تبعد عنه، انا هخليها هو اللي يبعد عنها. هخليها اكتشف ان هي لسه ما اتغيرتش، لسه انسانه جشعه بتحب الفلوس. هخليها اعرف ان هي تتعامل معاك، هتتعامل مع الراجل اللي ضربه واذاه، هيعرف ان هي مصلحجيه. مش عارف يا تامر، مش عارف. لو سمحت يا استاذ فاروق، انا هطلب منك حاجه واحده بس، بس يا ريت تعملها لي. ايه المطلوب مني بالظبط؟ مطلوب منك لما اطلب منك تقابل روبي في مكان عام ترضى تقابلها. اقابلها؟ اقابلها ولا ايه؟ انت مش هتقول اي حاجه، مش تلحق تتكلم في اي حاجه، انا محتاج لوجودك بس. أنا محتاج أفهم أكتر. هتفهم كل حاجة. طيب، قدامك أسبوع بالكتير، مش هقدر أكمل هنا، لازم أنزل مصر، ابني مستنيني وأعمالي وشغالي كلها مستنياني. ما تقلقش، الموضوع مش هيطول، يخلص بسرعة، كلها كام يوم، بعد كده أنا هرتاح وأنت هترتاح. خلينا بقى نبص لشغلنا وحياتنا. طب شوف، أنا مستعد أقابل روبي وأكلمها، لكن مش هفتح معاها موضوع بيزنس والشركة وحاجات زي كده، مفهوم؟ ما تقلقش، انت تقابلها في مكان عام وبس، ومكان انا اللي هحدده. انا هقعد هنا اسبوع واحد بس. حاضر. نسين شي بعد؟ حيطان وردة، بعد في الحيطان ما اخذناه معنا. انتبهي على البيت، وانتبهي على الاستاذ والست وام صلاح، وخصوصي ام صلاح. يلا ورده اطلعي بقى بالسياره هلا بتيلي. يلا. دخلك الخواجه والست راحوا ما هيك؟ ايه راحوا. دخلك جبت قنينه مي؟ بلكي عطشنا على الطريق. يا ربي. كان لازم نجيب شي كيس كعك، بكي الطريق طويل. بونجور حبيبي. بعدك نايمة؟ اها. ونمت منيح؟ أكيد بدي نام منيح إذا حبيبي رجع لي. طيب حبيبتي، رجعي كملي نومتك، أنا بدي أروح بعد شوي على المستشفى أعمل صورة لإيدي. دعي لي يكون كل شيء طبيعي. حبيبي انطرني بروح معك. لا لا ما في داعي،
خلص انتي رجعي كملي نومتك وبس، انا بس اخلص بجي لعندك. اكيد اكيد، انتي رجعي نامي وانا بجيب وعيكي. طيب حبيبي، ان شاء الله خير. ان شاء الله الغدا سوا. اوكي اوكي باي. بدي روح اعمل صورة لايدي، بس ما تعتلي هم وقتي معي. تعال، ممكن تطلب لي فنجان قهوة لعند راسي رح يبج. لا، اطلب لك ركوة قهوة. اطلبي لي فنجانين قهوة. عمو هيدا معرض سيارات جديدة. طبعا سيارات جديدة، عالية ورشة، بيستاهلوا سيارة جديدة. وينو هالمدير؟ صرنا 7 ساعات ناطرين. كيف صرنا 7 ساعات؟ ما هلا وصلنا. ولك تركيها تعمل عنتريات، بتعرفي مش نلحقها قبل ما يشحطونا الجماعة. عندك صباح فخري؟ مين؟ صباح فخري بموت بالقدود الحلبية. لولو بلولو شلة حبيبي طالب من الله الحيلو نصيبي كم يا لولو أمر الله وحكى. حلوة معك حبيبي. نسينا تفشو عم بيدور براسك طبتي، ورجعي صديقتي وطمنيني عنك. منيحة، عن جد منيحة. طيب يلا يلا. شو يلا؟ جيبي ولاد، ما حدا غيرك بيبقى له يجيب ولاد. يلا ان شاء الله. انا بعرف شو جاي تقولي لي. كريم قال لي انه رح يخبر شيرين اني كنت سهران انا وروبي كل الليل.